اليوم صار في 10 أيام دي يتكلمون عن إقليم سيدني، الأمريكان دي يتكلمون قبل ما يتكلمون العراقيين، وهذا يعني أن هناك أحداث كبيرة لو خرجوا الأمريكان بالطريقة اللي يريدها بعض الفصائل اللي هي إقليم سني سيعلن، إقليم كردي موجود وإقليم سني موجود وصحراء الأنبار ستكون أرض بديلة المن لسكان غزة. والله صحراء الأنبار وإن كانت محافظة يقطنها غالبية ومجموعة سنية فهي عراقية، فإذا كان من يقبل أن تأتي بها الصهاينة فلا المرجعية ولا الشعب أن يقبل بذلك أبدا، حتى لو كان بالقوة القوية العاصفة اللي ممكن تأتي. أكو عقيدة أكبر من هذه القوة، وهذا ما حصل في غزة. الصهاينة يتركون أكبر سلاح وأكبر رادارات وأكبر كذا، لكن الأبطال الحقيقي الغزاويين دخلوا واخترقوا كل شيء. هذا التمني وما تشعر به كعراقي، وما تشعر به كعراقي، لكن الواقع الواقع أنت تقول اليوم ما الدراسات تذهب باتجاه إعلان الإقليم السني، فممكن هذا السيناريو هو الحاضر المشهد. شوفي انطباع، خلينا نقول شيء واحد، أنا التفكير الغربي ليس مثل التفكير الشرقي مثل ما أنت تفكرين وأنا أفكر. أنا أريد الحاجة نسوي باشر. هذا الأمريكي والغربي يفكر بعد 10 سنين. فاحنا نمشي على 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 خارطه لبعد 10، يعني لتحقيق هدف، هذا الهدف هو يخلو له مقياس ممكن 25 10 سنين، ولذلك علينا ان نعمل على عدم مساعدهم في تحقيق الهدف. يعني الاقليم حدوثه اخطر من وجود الولايات القوات الامريكيه في العراق، لان الاقليم سوف يكون يد لاداء الاراضي المحافظات الاخرى. لحين الوصول لما تتمنوه، الواقع الاقتصادي ايش راح يكون انعكاساته بهذه الفتره اللي هي تم المواطن اليوم؟ صعب جدا. شوفي اولا احنا عندنا اليوم ملاءه ماليه كبيره، اولا الحكومه بالسنه الاولى ما صرفت حقيقه، وصعود اسعار النفط، لكن انا اجي اقول لك عندما نحول الولايات المتحده الامريكيه الى خصم، واحنا عندنا امانه يمها وفقا لقرار لمجلس الامن ب 136 مليار ممكن زادت هسه، بتاكوش ما نحصل.